طبعا قبل ما ندخل المداخلة اللي معايا ديت، بعض الناس بيقولوا ان فكر اهل الصعيد اتغير، وان ما بقاش الصعايدة بالشكل اللي احنا متعودين عليه زمان، ولكن بقى في انفتاح في الصعيد زي ما كل حاجة بتتغير، وان موضوع ان راجل صعيدي بيورث بناته او يدي الارض لاخواته او لبناته ده يعني مش ما بقاش موجود دلوقتي، يعني الافكار اتغيرت في الصعيد. فاحنا معانا واحد من الصعيد، معانا محمود ادريس من الاقصر. طبعا بتعرف اكيد محمود ادريس. طبعا طبعا. ومحمود ادريس يمكن عنده بنات، مخلف بنات، وهو من قلب الصعيد، واخوه عضو مجلس الشعب في الصعيد. فمحمود برحب بيك وسعيده بوجودك معايا. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا محمود، وانا عارفه ان انت بتقعد تنتظر كل سنه المسلسلات الصعيدية، لأن دي بتبقى مهمة بالنسبة لكم إن أنتوا تشوفوا الجديد عن المجتمع الصعيدي. فالنهاردة بقى عملة نادرة، وموضوع إن المرأة في الصعيد برغم إن الشرع والقانون معاها إلا إن العرف عندكم في الصعيد ضدها، فهل ده مازال موجود ولا اتغير؟ لا طبعا، برحب بضيوفك. اول ما فيش معانا استاذ جمال سليمان اللي موجود معانا دلوقتي، بيسلم عليه. بيسلم عليك طبعا الكبير ده، انا بعشق عبد الجبار. حبيبي أيوة، يا استاذ عبد الجبار. ده العالمي، ده العالمي. حبيبي يا استاذ، يعني شكرا شكرا، كنت خير. هو بيحب الصعيده والصعيده بيحبوه، بيقول لك انت بتحب الصعيده والصعيده بيحبوه. انا بعشق الصعيده. هو يعني من حبه في الصعيد عمل اربع مسلسلات وحامل اربعه تانيين وهيعمل اربعه تانيين. انت واحد عندك بنات، مش هتخلي البنات تاخد الارض واخواتك طبعاً. البنات اصل يا استاذه بوسي، النهارده البنت يعني مش عايز اقول احسن من الولد ونفرق، لا بس البنت يعني طبعا زيها زي الولد، بالنسبه اني انا كمحمود يعني ربنا اداني ثلاث بنات، انا مش هبخل عليهم اي حاجه. يعني هتكتب الارض باسم البنات؟ هكتب لهم اي حاجه اكتب لهم. والحاج احمد هيوافق على كده؟ وفي احلى من البنات. طب يعني الفكر اتغير ولا لسه؟ يعني بعيدا عنك انت فكرك اتغير وان انت هتخلي البنات، هل الفكر في الصعيد فعلا لسه مش عايز البنت تملك الارض؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده. مثل يعني انا الله يرحمها والدتي على سبع اولاد، جدي الله يرحمه، الله يرحمها امي، يعني اداها نصيبها كامل في الارض ومفيش الكلام ده. يعني امي خدت نصيبها في الارض وخلاني ما اعترضوش ولا اي حاجه، وادي سبع اولاد يعني ما شاء الله، مش واحد ولا اتنين. لا ما فيش الكلام ده يا فندم. يعني خلاص بداتوا دلوقتي الفكر يتغير، والعرف اللي كان موجود زمان دلوقتي اتغير. طبعا طبعا، لان النهارده يعني الست في المجتمع يعني مش عايز اقول يعني احسن ومش احسن، لا بس هي بتأدي دورها زيها زي الراجل، وبتقف زي الراجل وبتعمل كل حاجه. يعني انا واحد من الناس اديها حقها، ولو اقدر كمان اديها اكتر من حقها. والله يعني ده حاجه، تلامذه جميل عن الصعايده، واتمنى كل الصعايده يعملوا كده ويهتموا بالمراه، ويبقى في تغيير للعرف السائد، ونرجع نلتزم بشرع ربنا وبالقانون. بشكرك جدا يا محمود، وكمل بقى المسلسل، فيه مفاجآت عمله نادره، وتشوف عبد الجبار ونادره القادره هيعملوا ايه، مين اللي هينتصر في الاخر. أكيد طبعا، أنا ببارك للأستاذ جمال العدل وآل العدل، يعني دايما بيسعدونا وبيعملوا لنا حاجات طبعا ممتازة وممتعة كالعادة. فمن خلالك يا أستاذ بوسي طبعا ببارك لهم كان نجاح، وطبعا الأستاذة نيلي والأستاذ جمال، وطبعا كل أصدقائي وأخويا كمال أبو ريا، يعني عشان ما انساش حد. لا طبعا أنا ببارك لهم. شكرا 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 يا أبو البنات يا صعيدي يا أبو فتح. بشكرك جدا، شكرا لي.